مشهد الأيام السابقة خرقته زيارة الرئيس السابق ميشيل عون إلى سوريا، وذلك بعد انقطاع دام 14 عاما. هي زيارة قطعت الطريق على خيارات العودة عن اسم أزعور، وقد بات واضحا أن قرار التيار الوطني الحر في الشأن الرئاسي يقوده ميشيل عون شخصيا. أما بالنسبة إلى النواب الخمسة والذين لم يحسموا خيارهم بعد، فإن النواب لن يطمئنوا رئيس التيار وسيتركون الأمر شورى فيما بينهم لحين 14 من حزيران. هذا ويقول مصدر على صلة بالنواب المعارضين لقرار التيار إن ما صدر عن المجلس السياسي اليوم لا يلزم الجميع، وبعد 14 من حزيران بفل كل على البيت ويبدأ حديث آخر. لكن التيار الوطني الحر يحاول الإيحاء بأن قراره جامع، ومن وذلك من خلال حسم الجدل لصالح التصويت لأزعور بقرار حتمي وبديهي. ففي بيان صادر عن الاجتماع الدوري لمجلسه السياسي وبرئاسة النائب جبران باسيل وفي حضور العماد ميشيل عون، كانت مداخلة لعون، وهي تركزت على المعركة المفتوحة مع الفساد والخطر القائم في أن تعيد المنظومة إنتاج ذاتها. بدوره عرض رئيس التيار لتوجهات التيار السياسية ولمسار الاستحقاق الرئاسي، مؤكدا أن المجلس السياسي يعلن تأييده الكامل للقرار الذي اتخذه رئيسه النائب جبران باسيل والهيئة السياسية في التيار، وذلك بالموافقة على الدكتور جهاد أزعور كمرشح تم التقاطع عليه مع مجموعة من الكتل النيابية لتمثل الأغلبية الساحقة بين المسيحيين. ويؤكد على وجوب أن يصوت نواب التيار له في الجلسة الانتخابية المدعو إليها في المجلس النيابي. فخيار التصويت لأزعور هو حتمي وبديهي، وذلك لتأكيد رفض وصول المرشح المفروض الذي لا يؤمل منه إصلاح أو تغيير المنظومة المتحكمة بالبلاد. هذا وأكد البيان أن التقاطع على ترشيح أزعور قد استغرق وقته، وذلك بسبب إصرار التيار على عدم تبني أي مرشح مواجهة أو تحد لأي طرف من اللبنانيين. وفي محاولات لتأكيد على الموقف الجامع لتكتل لبنان القوي، أعلن غسان عطلة من برنامج الحدث أن تكتل لبنان القوي سيصوت كاملا لجهاد أزعور في جلسة 14 من حزيران. كيف بدكم تتفادوا عملية هذا الشرخ يلي صاير، أو الانقسام، ما بدي سميه شرخ، انقسام بالرأي يلي صاير داخل التكتل اليوم؟ اليوم رح يشوفوا الناس، ما رح يعني اقعد برر، ولكن خلينا ننتظر ثلاثة أربعة الجاي، يعني منا رح ننتظر زمن طويل لنرى كيف سيصوت التيار الوطني الحر. أنا بأكد لك من اليوم لن يصوت أي شخص خارج التيار الوطني الحر إلا للاسم الذي سيوافق عليه التيار الوطني الحر للتصويت يوم الأربعاء الجاي. يعني جهاد أزعور 100%. ليش ما عم تذكر اسمه؟ يعني الاسم الذي سيوافق عليه، ليش مستحيين تذكروا اسمه لسه؟ أنا عم أقول لك كحزبي وملتزم، نحن ملتزمون بتصويت لما يقوله الحزب. فإذا الحزب اليوم نحن رايحين نصوت لجهاد أزعور، التكتل بالكامل سيصوت لجهاد أزعور. من جهته اعتبر رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبور عبر البرنامج نفسه أن حزب الله في موقع ضعيف رئاسيا، ملوحا بمفاجآت عدة تفصلنا عن جلسة الانتخاب. شو بده يرجع الرئيس عون من دماغ؟ يعني عن جد مش عم بتلحقوا ضربات؟ لا بالعكس ما عم بتلحقوا ضربات، مش عارفين من وين عم تجي الضربه. لا والله نحن انتبه استاذ سمر، انا برايي الفريق اليوم اللي عم بيعد ضربات هو الممانعه مش نحن. نحن بالعكس ما حصل بفعل التقاطع بين المعارضه والتيار هي عمليا استعاده المعارضه الفعل السياسي، اصبحت الممانعه بموقع رد الفعل، وهي عم تحصي الضربات لانه اليوم هي اصبحت بموقع الضعيف وموقع بده يروح باتجاه التعطيل. هلا ل 14 يوم او اقل، في كثير مفاجات من هلا لجلسه 14. يعني بدليل مش 14 يوم، 4 اجزاء جمعه اسبوع. تهديد واضح من قبل الممانعه على النائب السابق وليد زبلاط انه اذا قرر يروح باتجاه الوزير السابق جهاد أزعور، يعني معناته حط حاله استراتيجيا بخلاف مع الثنائي الشيعي، وبالتالي مش ممكن يكون الى جانب جبران باسيل، اكيد بيكون معنا. في المقابل، رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية تسقط كل الحملات الدعائية والتضليلية والتي أطلقها فريق المواجهة بأنه لن تكون هناك جلسة لأننا لا نضمن نجاح مرشحنا. وقال خلال لقاء سياسي في الغبيري: لدينا مروحة من الخيارات الدستورية ونحن نناقشها مع حلفائنا وأصدقائنا لاتخاذ الموقف المناسب في الجلسة المقبلة، وأي خيار سنلجأ إليه في الجلسة المقبلة
أو غيرها من الجلسات متوفر له العدد النيابي الكافي. وأضاف فضل الله: خيارنا لن يوفر لأولئك الذين يريدون فرض رئيس مواجهة وتحدي أن يحصلوا على ما يريدون. بالنسبة إلينا لدينا مروحة من الخيارات الدستورية، ونحن نناقش هذه الخيارات مع حلفائنا وأصدقائنا لاتخاذ الموقف المناسب في هذه الجلسة المقبلة. هذا الموقف المشترك بالتأكيد قادر على عدم القبول وعدم تسلل أو تمرير أي رئيس يحمل عنوان مواجهة وتحدي شو ما كان اسمه. الخيار الدستوري الذي نستند إليه وسنعتمده هو الذي سيعزز مناخ الحوار والتفاهم من أجل الاتفاق على رئيس جمهورية. وفي البوينتاج الرئاسي، كشف نائب وضاح الصادق عن حسبة أصوات النواب التي ستصب لصالح المرشح جهاد أزعور، كاشفا خلال برنامج هنا بيروت أن عدد الأصوات سيفوق 65. فينا تعطينا البوينتاج اللي انتم عاملينه كمعارضه واللي بتضمنوا فيه 65 صوت لازعور؟ انا شو بيصير تحت الطاوله وخلافات بالكتل اليوم ما بقدر احكي فيه، لانه انا معي التزام. وتقول انا بعتذر زي ما عم بحكي انا كمعارضه، معنا التزام من لبنان القوي انه بيصوت 17، ومعنا بيان اللي صدر من الطشناق بيقول انه هو مع الاجماع المسيحي. اوكي، يعني صحيح هي 19 فينا ما نعتبر، بس أنا عم روح برجع بقول على الاحتمال العلني اللي ظهر. نعمة فريم وجميل عبود أبلغ البطرق أنه راح يصوت لجهاد أزعور، هو صوتين. ميشيل ظاهر على التلفزيون راح يصوت لجهاد أزعور، ثلاثة. نحن 32 اللي هو طاولة المعارضة 32، مش اللي هي الطاولة اللي بتجتمع 32. تضمنوا بولا ونجاة وملحم ومع حفظ الألقاب طبعا وياسين ياسين بأنه يصبوا معكم والياس سجادي، ويكون الخيار بين سليمان فرنجي وجهاد أزعور. طبيعي، ما بعرفهم كتير منيح وبعرف خيارهم وين. في ناس هوس 59، في ناس رح يتقوا، وثمانية وليد جملات ضامنين كتلة دقائق. ما في شيء، ماني ضامن حدا بالسياسة اليوم، ما بتضمني حدا بالسياسة، بتشتغلي صح. برجع بقول لك انا عم بحكي فوق الطاولة، ما بعرف شو بصير. ولكن هل تعتقد بعد في اصوات على فكرة حتى ما نكون في اصوات من متفرقة من المستقلين قد تضمنوا من الاعتدال مثلا نبيل بدري يوصل على 70 وعماد الحوت الاعتدال يمكن يصوتوا لك الاعتدال بلوك، يعني حتى ما حدا يشتغل الاعتدال بلوك، ستة بلوك مع نبيل ومع عماد الحوت، هيدا بلوك قوي متماسك وجوه بيصوت كله مع بعضه. بس هيدا بلوك فيه أكد لك إذا بأول دورة ما راح مع جهاد أزعور لأسباب، يمكن معه حق يمكن معه حق فيها، إذا كمان رحنا على الخيار ما بيروح عن سليمان فرنجي. أما الصحفي إبراهيم بيرام فرأى للحدث أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تحول من محاصر إلى رقم صعب مطلوب رضاه رئاسياً. جبران باسيل عم يلعب لعبة تمرير الوقت، عم يعملهم للأمريكان اللي بدهم إياه، وعم بيلعب لعبة تمرير الوقت إلى أن ترفع العقوبات ويطرح نفسه مرشح. في محاولة عمل الزلمة خلال 17، أنا أشهد له بالذكاء للرجل بهذا الموضوع، يعني قدر يعمل من لا شيء، يعني كان محاصر. صار رقم صعب، هلأ صار مطلوب يعني رضا إيه؟ طبعا أنا أشهد له مثل ما عمل لك مرة ثانية بالذكاء، أنه لعب على حزب الله بالسياسة مناورة، مش أنه ولا لعب بمعنى السلبية، اشتغل مع حزب الله، حاول يقول له نعم تعال نروح على مطرح تاني موضوع الرئاسي، ما جاوب معه سريعا قطع الخط، قطع الاتصال مثل ما بينقال، أوكي. وانتقل على المرحلة التانية، فتح مع القطرية مش هيك؟ معروفة يعني، فتح بأكثر من جهة، فتح حتى مع القوات اللبنانية، صارت فيه مفاوضات مباشرة وغير مباشرة. ومع تبلور المواقف تترقب الأوساط كافة موقف اللقاء الديمقراطي يوم الخميس المقبل، وما إذا كان سيرفع اسم مرشحه علنا، بينما يبقى القرار النهائي لبعض نواب التغيير وسنة لبنان الحائرين الأواخر في الموقف من الاستحقاق الرئاسي، وسط تساؤلات حول عدد الأصوات التي من الممكن أن تصب لصالح فرنجي والذي يواجه إجماعا مسيحيا ضده، إلا أن أفضل نتائج جلسة 14 من حزيران توازن سلبي لا ينتج رئيسا، ما
يحتم الذهاب إلى تسويات تستبعد أي اصطفافات طائفية حادة. شادي.